跳。 في البدايه اسمحوا لي انا وزملائي الوزراء ان احنا موجودين النهارده علشان يعني نتحاور مع كل اهالينا ومواطنينا في ربوع مصر في قضيه من القضايا اللي احنا كدوله وكحكومه وجدنا انها بتشغل الراي العام على مدار الفتره السابقه وده يمكن في اطار توجه احنا اخذناه على عاتقنا كحكومه ويمكن ده توجه الحقيقة احنا حريصين عليه بدءا من طبعا ظاهرة كورونا ان احنا كل فترة بنطلع ونناقش كل الأوضاع بمنتهى الشفافية والوضوح مع المواطنين ونوضح احنا توجهاتنا ايه في الدولة وايه التحديات اللي بتواجهنا وايه الخطوات اللي احنا بناخدها علشان نتعامل معاها ومن هذا المنطلق طبعا في ضوء اللي احنا كنا بنلمسه جميعا وما يثار في كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشان التوجهات والخطوات اللي بتتم حاليا في موضوع التصالح مع مخالفات البناء وجدنا ان من المناسب النهارده ان احنا نكون مع حضراتكم عشان نعرض بمنتهى الامانه الابعاد المتكامله لهذا الموضوع التحديات اللي الدوله بتواجهها في هذا الشان وايضا ايه الخطوات اللي احنا بنقوم بيها وايه النهارده اللي احنا شايفينه في الفتره القادمه علشان نعمل نتعامل مع هذه الظاهره المهمه. اسمحوا لي يعني ان انا هتكلم بمنتهى البساطه والوضوح علشان اوضح حجم هذه الظاهره. ظاهره البناء الغير مخطط او البناء العشوائي ظاهره يعني الحقيقه بدات في مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضي. والحقيقه دي يمكن بدأت وكلنا يمكن لو اللي عارفين ببواطن هذا الامور هذه الامور عارفين ان هذه الظاهره نتيجه كانت طبعا تزايد النمو السكاني الكبير وعدم القدره الاقتصاديه للدوله في هذه المرحله على انها توفر البديل المناسب من السكن والاراضي للمواطنين، فكان التوجه من المواطنين في هذه المرحله هو ان هم يبدأوا هم اللي بيبنوا بصوره ذاتيه بعيدا عن أي تخطيط مدروس من الدولة واغلب هذا البناء للاسف تم على الاراضي الزراعيه اللي كانت موجوده سواء في المدن القائمه حوالين المدن القائمه او في القرى المصريه مع طبعا متطلبات النمو السكاني الكبير ومعدلات النمو الكبيره جدا اللي بدات مصر تواجهها من فتره السبعينات. وخلينا اقول بمنتهى الشفافيه ان الظروف الاقتصادية والسياسية اللي كانت بتواجهها الدولة في هذه المرحلة كانت بتخلي الدولة نفسها تغض الطرف عن هذه التصرفات من المواطنين. بل على العكس كان في أحيانا في بعض المناسبات أو المواسم الانتخابية وخلينا أقولها بمنتهى الشفافية كان بتطلع إجراءات وقرارات من الدولة لتوصيل المرافق لهذه المباني وان التعامل مع المواطنين بطريقه يعني مبسطه وبالتالي بقى عندنا ثقافه لدي المصريين واجيال كبيره من المصريين ان البناء ده بقى هو النمط الغالب اللي موجود على ارض مصر. وللاسف يعني عشان بس نقولها كارقام وبمنتهى الوضوح لما نيجي النهارده نقيم الوضع على الارض إن أصبح هذا البناء الغير مخطط أو ما يطلق عليه مجازاً العشوائي بيمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية. بل على الأخص أنا عايز أقول لحضراتكم من اعتباراً من منتصف الثمانينات لغاية 2015 هذا النمو العشوائي مثل في بعض الأحيان أكثر من 70% من حجم البناء اللي بيحصل. يعني في هذه المرحلة في التسعينات لغاية 2015 كان كل عشر بيوت او مباني بيطلعوا سبعة منهم مخالفين وصاد ثلاثة مش مخالفين الوضع ده ادى الى حجم هائل من المشاكل والتحديات اللي احنا كلنا كدولة وكمواطنين بقينا بنلمسها على ارض الواقع خلينا نتكلم الأول على الريف وايه اللي حصل في القرى بتاعتنا والريف بتاعنا القرى المفروض انها كانت تجمعات سكنيه صغيره وكلها بتخدم الرقعه الزراعيه الكبيره اللي كانت مصر دايما بتتمتع بيها كرقعه زراعيه بتؤمن الغذاء لكل المصريين حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط على الاطلاق وللاسف نمط البناء اللي كان بيتم في القرى مش بيتم باسلوب متدرج يعني انا مش عندي كتله الكتله دي بتزداد بصوره تدريجيه لإن لو كان ده اللي بيحصل كان يبقى الوضع أبسط بكثير. لكن للأسف اللي كان بيحصل إن النمو نمو متبعثر، يعني إيه نمو متبعثر؟ يعني إحنا بنيجي على حدود الترع والمصارف أو الطرق اللي موجودة وكل واحد عنده حتة أرض هناك يبني. آه كل آه نلاقي بقينا انتشار هائل للعزب والتوابع اللي موجودة اللي مش مرتبطة بالكتلة السكنية. نلاقي تلات اربع بيوت موجودين هنا وعلى بعد مئات الامتار خمس ست بيوت تانيين وعلى بعد اخر نلاقي مجموعه اخرى من البيوت فبقى النهارده الحجم الانتشار العشوائي والغير مخطط بصوره كبيره جدا بقى النهارده بيمثل ضغط شديد جدا على الدوله. انا عايز بس ادي ارقام ببساطه شديده عشان نعرف حجم الفقدان للاراضي الزراعيه اللي تم في مصر اعتبارا من عام 80 حتى الان تجاوز ال ألف فدان اعتبارا من منهم من 2011 حتى وقتنا هذا احنا فقدنا تسعين ألف فدان من الأراضي الزراعية عشان بس نبقى حاسين بحجم هذه الـ 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 الكارثة أو المأساة النهاردة علشان النهاردة أفقد تسعين ألف فدان من الأراضي الزراعية دي معناها على طول فقدان مصدر من مصادر الغذاء لكل المصريين كان هناك فرص عمل مرتبطه بهذه الاراضي سواء في الزراعه، في عمليات الغذاء، وكل الكلام اللي هي مرتبط بقطاع الزراعه نفسه، وبقى المطلوب ان انا من الدوله النهارده علشان نواجه هذه الازمه ان انا استصلح قصادها مساحه اخرى مماثله علشان ان انا اقدر اعوض هذا الفقدان. احنا النهارده تكلفه استصلاح الفدان على الدوله عشان نعمل فدان جديد في الارض الصحراويه بيتراوح ما بين 150 الى 200 ألف جنيه يعني التسعين ألف فدان اللي فقدناهم في العشر سنين الماضية عشان أستعودهم بأرض بديلة أنا محتاج أنفق 18 مليار جنيه مصري مع الأخذ في الاعتبار أن الأرض الجديدة دي مش هتطلع في يوم وليلة إحنا هنقعد فترات طويلة علشان نقدر أن إحنا نشق شبكات الري ونعمل خطوط كهرباء ونعمل مستقرات وأماكن لسكن الناس اللي حيبقوا في أماكن هذا الاستصلاح فبالتالي العشر تلاف فدان اللي أنا بفقدهم السنة دي أنا مش هقدر في خلال نفس السنة إن أنا أوفر أرض بديلة ليهم الموضوع هياخد وقته فبالتالي بقينا النهاردة بنواجه بنزيف هائل من الأراضي الزراعية اللي بيبقى النهاردة إحنا كدولة بنجري ورا هذا الكلام عشان نحاول إن إحنا نعوض التداعيات السلبية لفقدان هذه الأراضي الأسوأ من هذا الموضوع أن النهاردة بمجرد ما هذه التجمعات العشوائية المبعثرة بقت بتنشأ مواطنينا وأهالينا اللي بقوا فيها بيطلبوا الخدمات الرئيسية فبقت الدولة النهاردة بتلهث أنها تجري وراء هذه المناطق عشان توصل لهم مية توصل لهم صرف صحي توصل لهم كهرباء عشان تعمل لهم مدارس وحدة صحية عشان تخدمهم وبقينا نتيجة لأن هذه الأراضي نمت والمناطق دي نمت بطريقه غير مخططه وفي اماكن ما كانش اصلا مهيئه لعمليه السكنه فبقيت النهارده عشان اعمل محطه ميه ولا محطه صرف عشان اخدمهم مضطر انزع ملكيه ارض زراعيه اخرى موجوده عشان انشئ عليها محطه للميه او محطه للصرف او حتى انشئ مدرسه عشان تخدم هؤلاء المواطنين اللي للاسف بنوا هذه المباني كلها بنتيجه وضع مخالف وغير قانوني ولكن طبعا لحرص الدوله على توفير الخدمات الرئيسيه لاهالينا فيها كنا مضطرين ان احنا نعمل هذا الكلام، الكلام ده بيكلفنا ايه؟ بيكلفنا تكلفه نزع ملكيه، انا النهارده كدوله مضطر ان انا اعوض اهالي الاراضي اللي انا خدتهم عشان اعمل عليها المشروع، مضطر امد شبكات باطوال كبيره جدا عشان اوصل لهذه المناطق عشان فقط ان انا احل هذه المشكله. الكلام ده كان ممكن يبقى تكلفته اقل بكثير جدا لو القريه بتنمو تدريجيا، يعني الكتله القائمه نطلع براها كمان شويه ويتبني حواليها المباني، كان ساعتها هتبقى اطوال الشبكات وتوصيل المرافق اقل بكثير جدا، لكن النهارده نتيجه للنمو المنتشر ده بقينا مضطرين ان احنا نمد اضعاف اضعاف اطوال الشبكات ونعمل محطات اكبر وروافع علشان فقط اوصل بالخدمه لهذه المناطق. وبالتالي اصبح هناك سباق يعني للاسف ليس في صالح الدوله لمجرد ان انا استوفي الخدمات الاساسيه اللي المواطن عايزها انا حدي لحضراتكم بس على موضوع الريف فقط مثال واضح ف2014 لما يعني فخامه الرئيس وجه بان احنا نبدا بمشروع كبير جدا كل اهالي الريف بيحلموا به بي وهو موضوع توصيل الصرف الصحي لكل القرى كان حجم التغطية من الريف المصري لا تتجاوز ال 12% من كل الريف المصري. وكان وانا يعني كنت في هذه الفترة انا المسؤول عن هذا الملف كوزير اسكان كان تكلفة المشروعات اللي عايزين نعملها اجماليها كلها لا يتجاوز ال 180 مليار. عشان نعمل مشروعات صرف صحي تخدم بقية الريف الغير مخدوم. المشكلة الحقيقية اللي احنا بقينا بنواجهها احنا حجم النمو في التخطيط الصرف الصحي الغير مسبوق اللي اتعمل في الخمس سنوات الماضيه وصلنا من 12% الى 40% النهارده بقى 40% من الريف المصري مغطى لكن المشكله بقت ايه ان مع استمرار النمو العشوائي وظهور المزيد من العزب والتوابع والبيوت التكلفه كل شويه عماله تتضاعف وبقى النهارده عشان اقدر اغطي الوضع القائم النهارده بدون زياده انا محتاج اكتر من 300 مليار جنيه ده على افتراض فقط ان الوضع هيستقر على ما نحن عليه والكلام ده عايزين فيه وقت ومجهود وجهد الموضوع ليس فقط موضوع تكلفة ولكن موضوع مستلزمات موضوع محطات تتعمل ترمبات انها لازم نجيبها وتنتج وتصنع خصيصا لمثل هذه المشروعات بقينا بنتكلم النهاردة على مدى زمني عشر سنوات عشان اقدر اغطي كل الريف المصري ده كل ده مع افتراض شيء واحد ان احنا نتوقف عن مزيد من البناء لكن طول ما النزيف ده مستمر احنا بنجري ورا سراب لن يتحقق لان كل ما الدولة هتبدأ تنفذ وتحاول تخلص تظهر مناطق جديدة يبدأ أهالينا في هذه المناطق عايزين هذه الخدمة دائرة مفرغة لن نستطيع الخروج منها طب الحال ايه هو ايه في, في المدن المدن للأسف المدن العمران القائم بقينا بنواجه ظاهرتين نفس النمط اللي بيحصل في الريف بيحصل على اطراف المدن المدن بتاعتنا اللي موجوده في الدلتا وفي الصعيد كانت محاطه باراضي زراعيه ابتدى برضو ظاهره النمو العشوائي بنفس الطريقه اللي بتحصل على في الريف ولكن بصوره اكثر تعقيدا لان للاسف الظاهره اللي بقت بتحصل ان احنا بنبني بدل سكن لاسره احنا بنبني ابراج واعتقد حضراتكم جميعا بقينا كلنا اللي ساكنين في المدن لما بيجوا ينتقلوا وبيتحركوا على الطرق السريعه اللي الدوله انشاتها او الطرق الدائريه او الطرق الرئيسيه بيتاذوا من المنظر الكتل من الطوب الاحمر اللي موجوده اللي كلها متلاصقه الشوارعها اللي هي لا تتجاوز عروضها ثلاثه واربعه متر وكلنا نقعد نتساءل ونقعد نتساءل هو ازاي هنقدر نطور هذه المناطق؟ كيف سيتم التعامل معاها؟ شكل المواطن والطفل اللي بينشا وبينمو في هذه المناطق هنقدر ازاي نضمن ان هذا الولد يخرج في بيئه سليمه؟ هنقدر ازاي نوفر له خدمات في ضوء ان ما فيش اراضي تكفي ان انا اعمل مره اخرى مستشفيات ومدارس عشان تخدم هذه المناطق، وبقينا النهارده عشان فقط عشان فقط ان احنا نسهل دخول وخروج المواطنين اللي ساكنين في هذه المناطق اللي موجوده على اطراف هذه المدن بشبكه الشوارع الضيقه، مجرد عشان افتح محور فيها عشان يخدم بس المواطنين القائمين بضطر ان انا ازيل مئات الشقق وعشرات العقارات بتكلفه هائله على الدوله لمجرد ان انا افتح محور عشان الناس تتحرك تخرج وتدخل من هذه المنطقه ناهيكم عن ان انا اوفر خدمات اللي المواطن عايزها في هذه المناطق. حتى للاسف في المناطق اللي كنا بنطلق عليها مناطق مخططه. زي مدينة نصر زي مصر الجديدة زي أحياء الدقي زي أحياء العجوزة في القاهرة في بعض كل المدن بتاعتنا على مستوى مصر من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها للأسف كان الظاهرة اللي بتحصل هذه الأحياء كانت مخططة بطريقة سليمة أحياء كانت لما تنشأ وبنشوف صورها القديمة كلها لا تتجاوز ارتفاعاتها الثلاث والأربع تدوار بعروض شوارع مناسبة اللي كان بيحصل إيه؟ ان ابتدت تحظى ظاهرة هدم كل هذه المباني وبدل ما نبني بنفس الكثافات وبتحصل ان المواطن يطلع الرخصة ان هو المفروض تبقى للاشتراطات أنه يطلع ثلاث واربع تدوار فيطلع الرخصة بكده ولكن على الارض يبني بدل الاربع تدوار يبني 12 دور فبقى ده الوضع اللي احنا بنواجه بيه النهاردة حتى الاحياء القديمة اللي كنا بنقول عليها مخططة تحولت هي الاخرى الى عدم التنظيم والعشوائية ابتدت النهارده قدرات الشبكات اللي موجوده فيها اللي كانت بتكفي عدد معين من السكان بقت محمله بضغوط هائله انها النهارده بقت النهارده لازم تستوعب اضعاف اعضاء اضعاف العدد اللي كان مقرر لخدمه هؤلاء السكان في هذه المناطق فبقى النهارده ضغط هائل على المرافق اللي بقى استدعى برضو الدوله انها تتوسع في طاقات المحطات، سواء محطات ميه وصرف صحي وكهرباء جوه هذه الاماكن، عشان فقط نجري ونلاحق على حجم النمو الغير مخطط والغير نظامي اللي حصل في هذه المناطق. اذكر حضراتكم يمكن احنا معلش نسينا مع الحمد لله ان احنا قدرنا نحل هذه المشاكل، 2014 و2015 كان عندنا جنبا الى جنب مع مشكله الكهرباء، كان عندنا مشكله نقص وضعف المياه في العديد من الاحياء اللي كانت موجوده اصلا كمان جوه القاهره العاصمه احياء زي ويمكن زي يعني مواطنينا واهالينا في الجيزه يعرفوا كويس قوي مناطق زي فيصل والطوابق والهرم ومنشيه البكاري كان بيقولوا بي بي ان احنا وبيعانوا من نقص المياه وان عندنا مشاكل في المياه اضطرينا في هذه المرحله نعمل محطات هائله عشان نخدم على هؤلاء المواطنين اللي كل مبانيهم كانت مباني متجاوزة ومباني غير مخططة ومباني عشوائية على أراضي زراعية وعملنا هذه المشروعات بعد ثلاث سنوات المفروض هذه المشروعات كانت تغطي احتياجات خلاص المنطقة بافتراض ثبات الأوضاع إلى عشر سنين أو أكثر في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات بدأ مرة أخرى عودة ضعف المياه في بعض النقاط بسبب برضو مرة تانية النمو العشوائي الهائل اللي بيحصل والتجاوز في حجم المياه المطلوبة فابتدينا نعمل مشروعات جديدة اللي عايز اوضحه الموضوع النزيف مستمر في موارد الدولة وبنحاول نصلح وضع اصلا من الاساس هو غير صحي وغير سليم فالوضع النهاردة كان لازم يستتبع ان احنا كدولة في سبيل رؤيتنا ان احنا عايزين بلد كلنا نفخر بيها، بلد حضراتكم كل اللي بيسافر فينا لما بيطلع بره وبيتفرج على شكل العمران في أي دولة وبيرجع بلده ويشوف كتل الطوب الأحمر اللي موجودة بيقعد يصعب عليه حال البلد ويتساءل هو ليه مصر بالشكل ده؟ فكان لازم يبقى عندنا وقفة حاسمة لهذا الموضوع، الدولة النهاردة مع حجم الإنجاز والعمران الهائل اللي بيتعمل في خلال الخمس سنوات دول عشان حقيقي نبني دولة حقيقية كلنا واحنا وولادنا نفخر بيها ويبقى شكل جديد لهذه الدوله من المستحيل ان احنا نسمح مره اخرى باستمرار هذا الوضع. فحيتساءل حد طب انتوا سبتوا الناس ليه؟ الفتره اللي فاتت دي كلها هل الدوله كانت سايبه الناس؟ ما بتعملش اي خطوات؟ انا عايز اقول لحضراتكم ونتذكر ونعود بالزمن. في التسعينات منتصف التسعينات كان هناك اتجاه من الدوله عشان نوئد هذا الموضوع. إن صدر قرار حاكم عسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية واتخذت الدولة في هذه المرحلة يعني مجموعة من القرارات الرادعة علشان ما نسمحش بأي بناء مخالف على هذا الموضوع كان منه عدم توصيل المرافق المفروض الهدم يعني حاولنا بالطريقة العقابية والطريقة الصعبة إن احنا نمنع عملية البناء والمخالفة على الأراضي الزراعية. الكلام ده ما جابش نتيجته. وده اللي دعا للدولة مرة أخرى بالتفكير طب ما هو بدل ما يحصل النمو بطريقة عشوائية وكده كده هيحصل طب ما نحاول نخطط ونقنن الامتدادات دي وده بيرد على التساؤلات اللي كان بعض يعني الناس بتقول لها وتثيرها في الأيام الماضية طب ما تتوسعوا في الأحوزة العمرانية للمدن والقرى عشان يعني الناس تبني فيها هذه الخطوة بالفعل الدولة خدتها من 2008 وتوسعنا وعملنا أحوزة عمرانية لكل المدن والقرى وكمان التوابع اللي موجوده لكل مصر. حضراتكم طبقا لهذه الاحوزه بصوره رسميه احنا اضفنا 160 الف فدان احنا كدوله ارتضينا ان احنا نستقطعهم من الرقعه الزراعيه بس بحيث ينمو بطريقه مخططه عشان يستوعبوا الزياده السكانيه لمده 20 سنه قدام من هذا الوقت. يعني كان لغايه المفروض لغايه 20 30 لان بحسبه بسيطة عشان حضراتكم تبقوا عارفين احنا كتخطيط عمراني بنقول ان الفدان يقدر يشيل 150 فرد فلما نضرب 160 الف فدان في 150 فرد يبقى احنا بنتكلم على 24 مليون نسمة يعني الحيز الجديد اللي اضيف لكل القرى والمدن المصرية يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة احنا مش واخدين هنا باعتبار مهم جدا ان جنبا الى جنب مع هذه الاراضي احنا عمالين ننشئ ونتوسع في مدن جديده بننشئ جيل جديد من المدن الجديده هو كمان بيستوعب ملايين من السكان لكن انا بس عايز اقول لحضراتكم ان حجم الاحوزه العمرانيه اللي اضيفت للقرى والمدن المصريه كان يستوعب 24 مليون مواطن طب ما ايه المشكله المشكله ببساطه شديده ان المواطن بالثقافه بتاعتنا ما, بي... ما... ما, بيلتزمش بهذه الأحوزة كل واحد فينا عايز يبني على الأرض اللي في حياسته أو ملكه بغض النظر هي جوه الحيز ولا بره الحيز فبالتالي بالله على أرض الواقع النهاردة في حيز عمراني موجود ما تم إشغاله حقيقة لا يتجاوز العشرين ثلاثين في المية وبقيته لسه ما تمش إشغاله لأن ده طبيعي كنمط نمو عمراني مخطط هو ده اللي هيحصل وهياخد وقته لكن في نفس الوقت بالتوازي العزب والكفور عمالة تطلع بره هذا الحيز لأن إحنا كثقافة كل واحد فينا عايز يبني على الإيرات ولا الإيراتين بتوعه مش عايز إن هو يشتري أرض أخرى جوه الحيز العمراني اللي موجود عشان يبني فيها لا إحنا لدينا الرغبة إن كل واحد فينا يبني على الأرض فأصبح موضوع النهاردة الحيز ليس هو الحل السحري لهذا الموضوع الموضوع كله هي إن إحنا تشكلت عندنا كلنا لدينا ثقافة وبالذات في الريف ان كل واحد فينا عايز يبني على الملكيه بتاعته فقط بغض النظر انها هل هي موجوده داخل الحيز ام لا. انا حابب كنت اقول كل هذا الكلام عشان اقول لحضراتكم كمدخل احنا كدوله في خلال الفتره دي ابتدينا نتحرك على ايه؟ من الخمس سنين الماضيه لما ابتدينا نضع الرؤيه مصر 2030 وان احنا زي ما بقول لحضراتكم هدفنا ان احنا بالعمل الدؤوب من هذا التاريخ لغايه عام 2030 ان مصر تكون في مصاف الدول المتقدمه كان عندنا ورؤيتنا بصوره واضحه هدف مهم جدا ازاي نحسن جوده المعيشه للمواطن المصري، ازاي نوفر مكان مناسب وملائم لاولادنا واطفالنا اللي بيتولدوا وبيطلعوا وهيبقوا محتاجين ان هو يجد سكن ملائم، يبقى عايز فرصه عمل محترمه، عايز ان هو يعيش في بيئه محترمه في اماكن مناسبه وملائمه لاي انسان موجود في احسن الدول المتقدمه. اشتغلنا على محورين. محور ان احنا بنتوسع في المدن الجديده اللي كانت منشاه مدن زي العاشر من رمضان و6 اكتوبر والقاهره الجديده وبدر وفي كل المدن اللي موجوده على ربوع مصر وده حصل توسع هائل فيها. بمشروعات كبيرة جدا عشان نوفر بديل السكن وبديل فرص العمل في هذه المناطق ولكن ايضا بدانا بتوجيهات السيد الرئيس بانشاء جيل جديد تماما من المدن الجديدة اللي احنا بنطلق عليه الجيل الرابع اللي موجود النهارده ومنتشر في مصر من اول اسوان وتوشكا حتى اسكندريه ومطروح وفي سينا وفي كل اماكن مصر النهارده عندنا جيل جديد من المدن النهارده فقط في خلال الثلاث اربع سنوات الماضيه بقى النهارده ظاهر للناس وكل ده هدفه ان انا اوفر بديل اخر لكل الاجيال المستقبليه من شعب مصر انه يجد مكان بعيدا عن الوادي والدلتا القديم مع مشروعات مش فقط مدن، مع مشروعات استصلاح زراعي، مع مشروعات خدمات، بنربط كل هذه المواكن الجديده بشبكه طرق عملاقه حضراتكم شفتوها وبقينا كلنا فرحانين بيها بحجم الدوله اللي بيتغير شكلها على الارض. لكن في نفس الوقت ما كناش سايبين اهالينا اللي ساكنين في القرى والمدن القائمه وقلنا ان لازم بقى نحل حل جذري وازاي ندخل بالتطوير لهذه المناطق، حضراتكم عارفين كويس قوي حجم العمل اللي تم في تطوير المناطق الغير امنه والعشوائيه، الطرق اللي شبكات الطرق الداخليه بقينا النهارده علشان نتعامل مع حجم الكثافات الهائله اللي موجودة في المدن مناطق زي مدينة نصر والقاهرة واسكندرية وكل مدن مصر اللي المفروض كانت تشيل حجم معين من السكان وبقت النهاردة بتشيل أضعاف أضعاف اضطرينا نستنزف أو نستثمر في موارد هائلة بعشرات ومئات المليارات عشان أعمل كباري وأنفاق ووسع شبكات الطرق وعرضها بل أحيانا كنا بقينا بنغطي الترع والمصارف بتاعتنا ونعمل فوقيها طرق علشان فقط نحل مشاكل العمران القائم اللي موجود النهارده. الكلام ده كلف الدوله يعني في حضراتكم عارفين الارقام وشفتوها مئات المليارات وما زال هنبقى بنصرف كدوله وبنجري ورا هذا الهدف ان انا ازاي اعمل شبكه داخليه جوه المدن بتاعتي والقرى عشان بس تخدم الكتله القائمه النهارده. فكان لازم النهارده نقف وقفه مهمه ونضع حد ونشد مع بعض خط فيما يخص المخالفات البنائية اللي موجودة النهاردة والحقيقة ده كان مطلب مطلب شعبي ومطلب ليس فقط مبادرة من الحكومة من الدولة بل ده المواطن نفسه كان ابتدى يسعى وبيقول طب خلينا المخالفات القديمة نحاول ان احنا نعمل لها تصالح واحنا عايزين نتصالح وكانت بمبادرة وشغل مشترك مع مجلس النواب وكان الهدف كله ازاي ان احنا عايزين نضع حد لنزيف المخالفات البناء اللي موجودة وإزاي نقنن هذا الوضع ونتصالح فيه علشان بعد كده لا يسمح بأي صورة من الصور ببناء عشوائي جديد نتيجة للجهد هذا الجهد المشترك ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 القانون ده صدر في أبريل إبريل 2019 وعشان أوضح برضو اللي كان بيصار في هذا الموضوع القانون ده لما طلع طلع علشان يعني يعمل تصالح لمخالفات قانون البناء رقم 119 لعام 2008 عشان تاريخ 2008 ده مثار في الشارع هو انتوا فقط بتتكلموا على العقارات اللي اللي اتبنت في 2008 بس لان قانون البناء اللي طلع رقم 119 ل 2008 كان بينص صراحه على عدم التصالح على اي مخالفه وان الحل الوحيد هو الازاله فعشان طبعا كانت احداث ثورة يناير 2011 والفترة اللي كانت الدولة عدت فيها والظروف اللي حصلت والبناء الغير مخطط والغير منظم والعشوائي اللي تم وبقى اصبح النهاردة وضع مستقر وبقى فيه الاف الاسر اللي بقت ساكنة في هذه البيوت فكان لازم نضع حل تشريعي لهذا الموضوع ومن هنا ظهر ان احنا كان القانون اللي صدر في 2019 كان مختص بالتصالح على المخالفات اللي اتعملت ضمن اطار قانون البناء اللي صدر في 2008 قانون التصالح صدر وكان بيقول ان المواطن يتقدم وان في لائحه تنفيذيه وتم اعتمادها وان القانون والمواطن يتقدم في خلال مدى زمني إنه هو 6 اشهر علشان ان هو يقدم طلبات التصالح هقولها بمنتهى الامانه عدد الطلبات اللي تم تقديمها لم يكن بالصوره الكافيه ولم يكن بالرقم اللي احنا عارفين كويس جدا أعداد المخالفات اللي موجودة النهاردة في مصر قد إيه وده اللي دعا الدولة تبدأ تنظر هل, هل في مشاكل في تطبيق القانون بشكله وإصداره اللي كان موجود ابتدى مجلس النواب نفسه يطلب أن محتاجين نيسر شوية لأن مع التطبيق على الأرض بدأت تظهر هناك العديد من التحديات والمشاكل في التطبيق وأن أنتم قصرين التعامل في المخالفات فقط على قد المباني اللي اتبنت من 2008 وانت طالع، طب لو في مباني مخالفه قبل كده هنعمل معاها ايه؟ فعشان كده ده اللي دعانا كلنا ان احنا كان بعد محاولات التفعيل اللي احنا هنا بقولها من ابريل 2019 لغايه بدايه عام 2020 ومش قادرين ان احنا نستفيد بهذا القانون اللي كان هدفه ان هو يعمل ايقاف لنزيف البناء المخالف وجدنا معا وبصورة مشتركة الدولة مع مجلس النواب ان احنا محتاجين نعدل هذا القانون وبناء عليه صدر التعديل لهذا القانون رقم واحد لعام 2020 واللي صدر في نهاية شهر يناير علشان نعدل ونبسط في الإجراءات الخاصة بإجراءات التصالح طب إلا النهاردة القانون الجديد بمسودته أو بشكله الجديد اللي هو صدر في يناير بينص على إيه أو فتح وسهل إيه سهل اولا انه فتح المجال لكل المخالفات ما بقاش مربوطة ب2008 اي مخالفات تمت النهاردة لغاية كان تاريخ طبعا صدور القانون احنا بنبدأ نتعامل معها الاهم انه نص صراحة ان قيمة التصالح يتم سدادها على اقساط والمدة ثلاث سنين وبدون فوائد لان القانون في في شكله اللي قبل كده كان بيقول ان لازم يسدد قيمه التصالح بصوره فوريه القانون سمح للمواطن انه يتظلم من عدم قبول طلب التصالح بتاعه وكذلك انه يتظلم من قيمه التصالح نفسها الكلام ده ما كانش موجود في الشكل القديم لقانون التصالح القانون يسر على المواطن تقديم كل المستندات اللي هي بتدل على ان المخالفه وان هو يعني اي مستندات النهارده بتقدم هنبدا ان احنا ننظر اليها. النقطه الرابعه وكانت بتثار ان بالشكل القديم القانون كان بيقول ان لازم مكتب استشاري او مكتب هندسي هو اللي يعني يبقى بيعمل الدراسه السلامه الانشائيه للمبنى وده كان في مغالاه من المكاتب الهندسيه والاستشاريه بالمواطنين وكان في شكاوى ان هذه المكاتب بتستغل المواطنين وبتطلب ارقام كبيره عشان تطلعوا لهم هذه الشهادات. اللي عملناه في التعديل ان اكتفينا فقط بان هو يبقى مجرد مهندس نقابي. شهاده من مهندس وليس مكتب هندسي ولا مكتب استشاري انما يكون فقط مهندس نقابي وكمان بعد الشكاوى اللي بتاع بدات تحصل بقينا كمان تجاوزنا عن فكره اعتماد النقابه نفسها للشهادة اللي بيطلعها المهندس بقت فقط الشهادة بتيجي من المهندس بدون الحاجة للعودة للنقابة طالما ان هو مهندس نقابي خلاص هو بنعتمد وبنقبل هذه الشهادة القانون ده لازم نوضح للمواطن حاجة مهمة جدا قانون التصالح هو ليس اجراء عقابي ولكن بالعكس تماما هو اجراء بيخدم المواطنين اللي النهارده استثمروا جزء من اموالهم ويعني ثرواتهم في انشاء عقارات على الاراضي بغض النظر احنا النهارده عارفين كدوله ان هذه العقارات كلها كانت مخالفه ايه اللي هيترتب على التصالح وخلينا اقولها بمنتهى الوضوح بمجرد ان انت حضراتكم المبنى ده بيبقى رسمي وبقى النهارده تم اقراره هذا المبنى اصبح له صفه الرسميه وبالتالي أصبح النهارده كدولة حق عليها إنها تدخل له كافة أنواع المرافق ميه وصرف وكهرباء بطريقة رسمية وغير ملتوية وحضراتكم عارفين كويس إيه اللي كانت الممارسات اللي بتتم عشان أقدر أوصل مرافق لمبنى غير مرخص أو عشوائي وإزاي كانت بتحصل سرقات لي خطوط الكهرباء وازاي كان بيحصل وصلات غير رسميه للمياه والشرب وحتى مع توصيل هذا الكلام دايما المواطن اللي قاعد في العقار مهدد وعنده احساس ان في اي لحظه الدوله هتيجي وتتخذ اجراء ضده وتقطع هذه المرافق او انها دائما محطوط تحت ضغط والخوف ان هذا العقار ممكن في اي لحظه يتم هدمه. النقطه الثانيه ان بموجب بمجرد ما بيتم التصالح وان اصبح هذا المبنى رسمي القيمه العقاريه ليه بتتضاعف اضعاف مضاعفه لما ببيع شقه او عقار او ارض النهارده وارض ليها مسجله وارض رسميه بسعر اخر تماما لما تكون ارض غير رسميه او ارض عشوائيه وبالتالي احنا كمواطنين وكلينا مصلحه اكيده ان لما يحصل هذا التصالح ويحصل هذا التقنين العائد او العقار اللي في ايدينا اللي كان يسوى قرش هيبقى يسوى خمسة وستة وسبعة الاهم بعد كده ان انا هقدر بالورق بتاعي ده اقدر اتعامل بطريقة سليمة وفي النور بالبيع والشراء والاستفادة بهذا الاصل ان انا لو عايز اتعامل مع بنوك عايز اروح اخد قرض بقى عندي ضمانه اقدر النهارده اقدمها واقدر ان انا اعمل مشروع ليا واعمل لاولادي اي مشروعات وبقى عندي اصل فعلا النهارده الدوله بتقر وبتعترف بيه وبالتالي هيتداول بقيمته الحقيقيه والسوقيه وتبقى لحركة السوق حضراتكم عارفين كويس قوي مدى الزيادات اللي بتحصل في العقار المصري وازاي ان الكلام ده بيبقى عوائده عالية جدا على المواطن وبالتالي يمكن عشان كده كنا حريصين كحكومه وكدوله ان احنا نشرع بصوره كبيره في الاصرار على ان احنا نوقف نزيف ونوقف المزيد من النمو العشوائي ونقفل ملف التصالح وتقنين الوضع. فعشان كده يمكن طبقا للقانون وده اللي قلناه ان القانون نص صراحه ان احنا قدامنا ست شهور علشان ننهي هذا الجدل والناس كلها تقدم وده اللي انا ما زلت بدعو كل المواطنين ان هم يسرعوا بالتقدم في التاريخ المحدد بطلبات التصالح علشان فعلا نساعد بعضنا كلنا في غلق هذا الملف اللي بقالنا كلنا كمصر دوله ومواطنين بيعانوا منه بقالهم اكتر من 40 سنه وحطينا التاريخ طبقا للقانون اللي هو 30 9 اللي هو 30 نهايه هذا الشهر الحالي بمجرد الاعلان والمواطن شاف ان الدوله يعني عازمة بكل جد انها تنفذ هذا الكلام ابتدى يحصل فعلا يعني واحنا ده اللي احنا لمسينه على الارض ان المواطن مقتنع وابتدى يحصل تصارع شديد على الارض في تقديم هذه الطلبات الكلام ده وجدنا على الارض ان هناك بعض التحديات وبعض المشاكل وابتدى يثار بعض النقاط من العديد من المواطنين وبتوصل لنا كالشكاوى دي على طول على منظومه الشكاوى او من واقع اللي احنا بنشوفه في الشارع على الارض ومن واقع اجتماعاتنا مع الساده المحافظين ان هناك بعض الشكاوى اللي انا هقولها بمنتهى الامانه. اول حاجه ان عندنا ان في بعض المواطنين اشتكوا ان المستندات اللي مطلوبه مستندات كثيره جدا وان انا مش قادر ان انا استوفيها كلها وفي بعض الاماكن لما اجي بتقدم وبقول انا مش قادر استوفي كل المستندات بيرفضوا استلام الطلب من الاساس وانا مش مش لاحق ان انا اجيب كل هذه المستندات دي كانت احد الشكاوى الشكوى الاخرى طبعا ان ارتفاع في بعض المناطق المواطنين اشتكوا من ارتفاع قيمة المقررة كرسم للتصالح على المتر وده في مناطق بعينها وابتدى يحصل ان الناس بتقول الارقام اللي المحافظات وضعتها دي ارقام مغالى فيها واحنا شايفين ان الارقام دي مبالغ فيها واحنا عايزين تدخل من الدوله لمساعدتنا ان احنا نقدم طلبات التصالح. وعايز اقول لحضراتكم ان هذه الارقام ليست ارقام جزافيه المحافظات لم تضعها بصوره جزافيه بل القانون طبقا للقانون في لجنه مشكله مشارك فيها العديد من الجهات في الدوله وبما فيها مقيمين هي اللي كانت بتضع هذه الارقام ولكن مع ضوء تكرر هذه الشكاوى، وان احنا بنتابع على الارض هذا الموضوع، كان التوجيه المستمر للمحافظة المحافظين ان احنا نراعي البعد الاجتماعي، وان احنا يعني يعني نراجع بنفسنا التقديرات اللي طالعه الاوليه اللي طالعه من اللجان وان احنا عايزين عايزين نقولها على سبيل المثال وبمنتهى البساطه، من الوارد ان تكون هناك مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية. ولكن أوضاع أهالينا القاطنين فيها والقائمين فيها هي أوضاع بسيطة وناس بسطاء ومش هيقدروا ان هم يعني يقدروا على القيمة اللي محددة طبقا للقيم الأولية لموضوع التصالح، وعشان كده كان التوجيه للساده المحافظين بمراجعة هذه الأرقام وتغليب البعد الاجتماعي ونتيجه لكده الحقيقه حصل يعني تخفيض في العديد من المحافظات بارقام قدامنا بتتراوح ما بين العشرة لغايه 55% من القيم اللي كانت اللجان دي قدرتها. اثير جدل اخر يعني وده جدل يعني مهم جدا هو مين اللي المفروض يبقى المسؤول عن تقديم طلب التصالح او ان هو يسدد قيمه التصالح، هل هو صاحب العقار اللي انشا العقار ولا شاغل الوحدات السكنيه. وعشان بس نحدد بوضوح شديد الموقف ايه؟ خلينا نشوف كده ايه الحالات اللي موجوده عندنا في مصر. اللي في الريف النهارده وحضراتكم عارفين اغلب اهالينا ان من يبني العقار هو تقريبا اللي بيشغله. هو او ولاده. وبالتالي المالك واضح والشاغل واضح وفي اغلب الاحيان وده الغالبيه العظمى هم اللي بيتقدم هو المالك هو بنفسه هو الشاغل. في المدن الجديده الغالبية العظمى برضو المالك هو مالك واضح وهو تقريبا بيبقى الشاغل وحتى لو في بعض الحالات اللي هو باع بعض العقارات او بعض الشقق جوه الوحدات بتاعته هو المالك معروف وهو المسؤول عن هذه المخالفات حتى هذا الكلام بينطبق على المدن القائمة اللي الملاك فيها واضحين وعملوا مخالفات لرخص البناء بتاعتهم ومعروفين وموجودين هو المسؤول عن المخالفه لان الاصل في القانون ان احنا بنخ... بنخاطب بقانون التصالح صاحب الارض او صاحب الرخصه اللي طلعت او اللي متسبب في المخالفه. طب في انحصرت عندنا بقى حالات ودي موجوده في عدد من المناطق وعدد من المدن وهقولها كده بهذا الشكل ان هناك عقارات في بعض المدن الكبرى للاسف اللي بنيت من بعض ضعاف النفوس واتعمل لها اسماء مستعاره أو أنا هقول اللفظ اللي دايما بيتقال اتحطت أسماء ما يطلق عليهم الكحول. وبقى النهارده الملك الأصلي ده بصورة أو بأخرى أصبح غير موجود ومش معروف وحتى لو ما مش مش مع النهارده معروف هو متعنت أحيانا ومش عايز يسدد. القانون سمح ودي كانت نقطة أيضا مهمة جدا إن شاغل هذه الوحدات يقدر إن هو يتقدم منفردا أو مجتمعين مع بعض علشان يطلبوا تقنين الوضع المخالفه اللي هم موجودين عليها. طب ممكن مواطن يتساءل ويقول طب انا يعني مش عايز اتقدم، انا مش هتقدم، انا ماليش دعوه طالما هو كان مالك العقار هو اللي مسؤول انا يعني خلاص انا يعني كشاغل انا مش هتقدم. لكن خلينا نقول هنا احنا بنفقد فرصه ذهبيه لان انت تعظم من قيمه الشقه اللي انت موجود فيها. الشقه اللي هتبقى رسميه احنا النهاردة جاهز قاعدين فيها بعد خمس سنين عشر سنين ظروفنا ربنا حسن حسن لنا ظروفنا عايزة انتقل لمكان آخر لما اجي حبيحة وهي رسمية هيبقى بسعر مختلف تماما عن وانا ببيعها وهي شقه عشوائيه او غير رسميه. واللي عايز اقوله كمان اخر كخطوه الدوله النهارده بتشتغل عليها ان احنا النهارده بنضع منظومه في اطار التحول الرقمي وما كانت كل اجراءات الدوله ان هيخرج لكل شقه في جمهورية مصر العربية شهادة وحيكون هناك رقم قومي لكل الشقق والعقارات المصرية ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي شقة أو عقار بعد ما حنطبق هذا النموذج النموذج إلا إذا كان صادر له هذه الشهادة فبالتالي النهاردة أنا حتى لو شاغل عقار وشايف هذه الرؤية وعايز استفيد من العقار بتاعي ويبقى في ليه تداول واقدر ابيعه واشتري واشتري عقار اخر يبقى لازم من النهارده انا كمان انا شايف لمصلحتنا ان احنا نسارع بمحاوله تقنين الوضع في هذا الموضوع. الحقيقه يمكن مع كل اللي بيتقال ده ورغبه من الدوله النهارده ان احنا برضو الدوله مع مدركه تماما للظروف اللي فيها المواطنين بتوعنا وال يعني وكلنا عايزين نحل ونحقق الهدف والصالح من هذا القانون اللي هو الهدف منه ان احنا نوقف تماما هذا النزيف اللي استمر لمده 40 سنه وايضا نقنن الاوضاع والمخالفات اللي كانت موجوده يعني انا يعني بالتنسيق مع كل زملائي يعني النهارده وجهنا ان هيبقى توجيه لكل الادارات المحليه واجهزه المدن الجديده بان احنا نستلم كل الطلبات اللي بيتقدم ليها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة او لا مجرد ان هو يقدم الطلب ومعاه مشفوعا بعدد من المستندات اللي موجودة في اللائحة التنفيذية للقانون حتى وهي مش مكتملة احنا بنستلم الطلب وبنسلم المواطن النموذج ثلاثة أهمية النموذج ثلاثة ده ان بمجرد ما المواطن بيستلم نموذج ثلاثة بتوقف تماما كافه الاجراءات اللي ممكن تتخذ ضد المخالفه من اجراءات هدم او اصدار او او التعامل او حتى لو في كانت احكام هيتم ايقافها وتجميدها لحين انهاء اجراءات التصالح وبالتالي هو فقط نقدم الطلب حتى لو الورق بتاعنا ما قدرناش ان احنا نخلصه ونستند ونستكمل كل المستندات تم التوجيه لادارات الدوله بالكامل انها تستلم الطلبات وتصدر النموذج وحندي فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين انه يستكمل الورق بتاعه ويكمله في الملف بتاعه علشان يبقى كده بنيسر على المواطن اللي هو بيقول انا مش قادر استوفي كل الاجراءات أقدم النهاردة الطلب وقدم اي ورق النهاردة في يعني في حوزتك وهتاخد النموذج ثلاثة اللي بيؤمنك تماما من اتخاذ اي اجراءات ضدك واستكمل بقية المستندات على مدار الشهرين القادمين النقطة الثانية التشديد على كل السادة المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق اللي كان فيها شكاوى كبيرة من بعض الارتفاعات في قيم التصالح وده أنا شددت على السادة المواطنين بالمراجعة وفي عدد من المحافظين يمكن الفترة الأخيرة عملوا بعض الإجراءات فعلا لتخفيض قيم التصالح في بعض المناطق فالنهاردة ممكن المواطن يقولي طب أنا تقدمت وسددت جدية التصالح النهاردة 25% على القيمة اللي انتوا حددتوها طب النهاردة لو الدولة يعني وجدت ان نتيجة لمراعاة البعد الاجتماعي القيمة دي قررت انها تقللها طب أنا دلوقتي سددت 25% على القيمة العالية هنعتبر اللي انت سددته هو نسبة من القيمة اللي انت هتسددها كإجمالي من عملية التصالح وبالتالي لو النهاردة القيمة بتاعتك النهارده كنت مسدد على اساس 25 والمحافظه رجعت بعد كده وخفضت شويه هتبقى النسبه بتاعتك دي ممكن تبقى 30 تبقى 32 يبقى انت كده سددت جزء من قيمه التصالح علشان نعمل هذا الموضوع. اللي انا بشدد عليه وشددنا عليه لكل الادارات المحليه ان بمجرد ما المواطن بيستلم نموذج ثلاثه بيتم اعلام كل الجهات التنفيذيه بان احنا ما بيبقاش في اي تدخل ولا تعامل مع العقار وبايقاف وتجميد الاحكام لحين البت في طلب التصالح واجراءات عمليه التقنين عشان نؤمن كل مواطنينا في هذا الموضوع النهارده كدوله انا باكد على هذا الموضوع احنا ما بندخلش نهدم مباني مشغوله بناس وده اللي انا باكد عليه حتى ما تم هدمه هي كانت هدم لمباني كانت خاليه وموجوده وتعديات كانت صارخه بره حتى نطاق اماكن التصالح علشان نوقف نزيف هذه الظاهره انا اسف اقول الكلمه والوضع الغير محموده اللي عانت منها مصر وبتعاني وستظل تعاني عشان يعني نواجه ونعالج اثرها لعشرات السنين القادمه حان الوقت لينا كلنا ان احنا نضع خط ونوقف هذا النزيف ونبدا ان يبقى كل النمو اللي بيحصل في خلال المرحله القادمه هو نمو مخطط، نمو صحي، نمو سليم، عشان نضمن لينا واولادنا شكل مدن وعمران يضاهي كل اللي احنا بنشوفه في كل حته في العالم، في دول العالم المتقدم. فعشان كده انا بأناشد الساده المواطنين اعتبارا من هذه اللحظه، الدوله ستواجه بمنتهى الحسم اي محاولات جديده، وانا بقول اهو كلمه جديده لبناء عشوائي او غير قانوني او غير رسمي على اراضي زراعيه او اراضي املاك دوله او ايا كان الوضع اللي ممكن يحصل عليه البناء انا بتكلم على البناء الغير قانوني والغير رسمي لان احنا حان الوقت لينا كمصر ان احنا ناخد خط ونقف في هذه الظاهره ويبقى كل البناء والعمران اللي في المرحله القادمه ان شاء الله ان شاء الله يبقى بناء مخطط وسليم وعشان كده يعني توجيه السيد الرئيس لما ان احنا نسرع باصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن في خلال فترة الست شهور علشان بعد كده حتى الاراضي اللي موجودة النهاردة في المدن القائمة والعمران القائم يبقى واضح الاشتراطات اللي هتبنى عليها هذه الاراضي لو هنسمح فيها وايه الاستخدامات اللي تبقى موجوده فيها وان الدوله النهارده هيكون وانا باكد على هذا الموضوع ان الرخصه هيبقى بمثابة عقد مشترك ما بين المواطن والدولة. عقد بينص إن المواطن زي ما ليه حقوق هو عليه التزام إن في حالة أي مخالفة للاشتراطات اللي بتطلع في الرخصة إن الدولة هتتخذ كل الإجراءات لمواجهة هذه المخالفات فوراً. وهناك التزامات على الدولة وهتكون مكتوبة في الرخصة. وفي التزامات على المواطن هتبقى واضحه في الرخصه البناء رخصه البناء بتؤكد اقراره بانه هو ملتزم التزام كامل بالبناء في اطار اللي بيطلع في الرخصه البنائيه اللي هتصدر لكل المباني بتاعتنا. انا في النهايه حابب ان انا اكد لكل المواطنين ان كل رؤيتنا وكل هدفنا كدوله في هذه المبادرات وفي كل هذه الخطوات هو ان احنا نبني دوله حقيقيه دوله سليمه دوله كل البناء والتنميه والعمران اللي بيتم فيها هو بناء مخطط سليم مخدوم بكل الخدمات والمرافق، بناء النهارده المواطن نفسه بيتمتع فيه بجوده حياه مماثله وتضاهي اللي بيعيشه المواطن الاخر في كل الدول المتقدمه. ربنا يوفقنا جميعا وكل التقدير والاحترام لنا لكل المواطنين في مصر ومره اخرى الحكومه هتبذل كل القساره الجهد لحل وحسم هذا الملف اللي احنا كلنا كنا بنعاني منه على مدار العقود السابقه وان شاء الله ان شاء الله كل النمو العمراني القادم باذن الله يبقى كلنا مقتنعين ان لابد ان يكون نمو مخطط ونمو سليم علشان نكون فعلا كدوله بحلول الفتره القادمه دوله حقيقية نفاخر بيها جميعا كمواطنين كل الدول الأخرى وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله